السلام عليكم. شو بدي زاد كالعادة معكم، مرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. نقول لكم صح عيدكم ونترحموا على شهدائنا، المجد والخلود لشهدائنا الأبرار وربي يرحمهم. اليوم جينا نتكلموا على لعاب فنيك، لعاب فريق وطني جزائري، الشاب اللي راه صاعد إن شاء الله نجم من نجوم محاربين الصحراء، وهو رشيد غزال الذي سوف يلعب مع ليستر في الجولة الثالثة البطولة البريمي ليج مع لايستر سيتي، وين نعرفوا باللي المقابلة الأولى رغم أنه لعب في الشوط الثاني دخل احتياطي، لكن قدم مردود لا بأس به، مردود حسن لا بأس به. وفانيك وين المدرب تكلم عليه ويريد إعطائه الوقت الكافي للتألق مع الفريق، وما نقولوا احنا يوالف الفريق، يوالف لو جو تاع ليكيب، يوالف الخطه تاع المدرب، وين في اللعاب مشي عنده خبره كبيره، وين انتقل من فرنسا للانجليز. نتمنوا له الخير ان شاء الله بربي، نتمنى له التألق. وفانيك وين الجماهير تنتظر بكل شغف، ينتظرون غزال للانتفاضه والتسجيل اول اهدافه ان شاء الله بربي، تكون هذه التروازيام جوله ثالثه، وين ان شاء الله بربي ينتفض ويسجل هدف ويكون هدف الفوز ان شاء الله بربي. خاطش عليه للاعبين والجمهور والمدرب اللي شافوا فيه بان اللاعب ينجم يخلف محرز، ينجم يخلف محرز. خاطش عليه نبدا نهضر فيها ونعاودها. غازل كي تشوفه ريباردو الوقفه تاعو، لي باس تاعو، النظره تاعو، الجريه تاعو، التمريرات تاعو الساحره، النظره فوق الميدان، وين شناه كيفاش يصنع مساحات روحو، يتهرب من الرقابه، يعرف كي يتخلص من الرقابه، يعرف كي يتخلص في التريبل مع اللاعبين. شنا القذافات تاعو من الخارج الكاري 18، شنا كيفاش يعرف يبلاصي روحو، يعرف وين يطلب الكره، يعرف كيفاش بزاف امور. على ذيك حنا نتمناو له التألق والانتفاضه في المقابله تروازيام بارتي ان شاء الله بربي، يكون من المساهمين في الفوز لايستر سيتي. صحيتو ربي يحفظكم. صح.